وتلك الحروب الأهلية يداولها التاريخ والطغاة بين البلدان. الصومال التي اندلعت الحرب الأهلية فيها قبل ربع قرن ولجأ من أبنائها عشرات الآلاف إلى اليمن، ها هي تفتح ذراعيها أخيرا لعودتهم بعد أن أصابت كارثة الاحتراب الأهلي ملجأهم القريب. هناك الكثير من اللاجئين الصوماليين الذين كانوا يرغبون في العودة إلى بلدهم، ولكن لم يتم ذلك لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لذلك، ولكن أصبح حاليا بإمكانهم العودة إلى بلدهم بعد أن وفر لهم مركز الملك سلمان للإغاثة مشكورا الدعم المالي اللازم لذلك من أجل عودتهم إلى بلدهم. كما نشكر السلطات اليمنية التي سهلت لنا مهامنا من أجل القيام بهذا البرنامج، ولا ننسى أيضا أن نشكر الشعب اليمني الذي استضاف اللاجئين الصوماليين على مدى 20 عاما. مشروع إعادة اللاجئين الذي دشن من ميناء عدن ب 150 لاجئ كدفعة أولى، تعتبرها منظمة الهجرة الدولية بداية ستلحقها دفعات متتالية خلال 6 أشهر. المشروع يهدف إلى مساعدة حوالي 2500 فرد من اللاجئين الصوماليين العالقين في اليمن. تحتوي عدن على أكبر تجمعات للاجئين الصومال، تتركز في منطقتي البساتين شمال عدن وخرز في الضواحي الغربية للمحافظة، ويبلغ عددهم في آخر إحصائية أكثر من 245 ألف لاجئ. اندمج كثير منهم في المجتمع اليمني، وغادر منهم الكثير مؤخرا كاليمنيين إلى بلدان أخرى هربا من الحرب. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.